متتبعينا الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من نبش في الذاكرة، النادي القنيطري ومراحل من حياته. فكنا ذكرنا أن صعود النادي القنيطري موسم 1951-1952 للقسم الممتاز، فكان أعطى اللاعبين واحد الدفعة ومعنوية كبيرة، حيث تمكن في أول مقابلة دياله في هذا القسم هذا باش يسحق فريق الاتحاد الرياضي الرباطي في الرباط 5-1. وما فيها بس نذكروا بالأندية اللي كانت في ذاك القسم الممتاز آنذاك، فكانت البريد البيضاوي، المغرب الفاسي، فريق الأولمبيك المغربي الرباطي، النادي القنيطري، اليوسا، بوليس فاس، وفضالة اللي هو المحمدية حاليا، الجمعية المراكشية، روش أنوار، بريد الرباطي، اتحاد فاس، واتحاد وجدة. في المباراة الثانية الكاك استقبل فيها اليوسا، وانتهت هذه المباراة بتعادل 1-1، وتألق فيها في هذه المباراة الحارس الكبير المرحوم ستانتان. والكاك بعد نتائج طيبة بقى محتل الصف الأول حتى الدورة 15، ومن بعد بدأت بعض النتائج السلبية، حيث نهزل الفريق في 3 ديال المقابلات تابعة ضد البريد البيضاوي في كازا، وضد فضالة في القنيطرة، وضد بوليس فاس 2-0. وهكذا رجع الكاك للصف الثالث اللي بقى فيه حتى نهاية الموسم، هو الموسم اللي خلى فيه الفريق بصمات واضحة وقوية. وخلال هذه الفترة اللي كانت حساسة جدا ضد المستعمر، فقبل المسؤولين ديال النادي القنيطري قبلوا اجراء واحد المقابله حبيه ضد الكاب، وحنا كنعرفوا الكاب والفريق الثاني اللي كان في القنيطره وكان فيها الاجانب، وهذا الشيء كله تضامنا مع اللاعب ديال الكاب سالاس اللي كان تعرض لكسر في الساق ديالو في مباراه حبيه بالكاب والروشنوار، الامر اللي دفع المسؤولين ديال الكاك يتضامنوا مع اللاعب لأنه كونه كان كيعيل واحد العائلة فيها عدة أطفال. المقابلة كانت قامت يوم 11 نوفمبر 1951، وسالت 3-2 لفائدة الكاك، وعاد الرعاية ديال هذا اللقاء كما أشرنا لعائلة سالاس اللي تقدموا بالشكر الجزيل للمسيرين ديال الكاك. وفي هذه الفترة الحساسة كذلك كانت بعض الأمور السياسية كتطغى على الرياضة، خاصة أنه في 5 دجنبر 1952 تم اغتيال النقابي التونسي فرحت حشاد، وهذا الحدث نزل كان كبة كبرى للحقات بالمغاربة عامة والشباب خاصة. وفي رسالة تضامنية مع الأشقاء التونسيين، اللاعبين ديال النادي القنيطري وحملوا الشارة السوداء وأعلنوا دقيقة الصمت ترحما على الزعيم التونسي، وكان ذلك في المباراة ضد الجمعية المراكشية يوم 7 دجنبر 1952. وعن هذا الفترة قال المرحوم محمود أحمد الصويري الأب الروحي ديال الكاك أن تلك الفترة كثر فيها الحقرة والتنكيل من طرف المستعمر، وهذا الشيء اللي خلى السي أحمد أنه ينضم لمجموعة ديال محمد المنصوري التيد اللي هو كذلك لاعب ديال النادي القنيطري، حيث بدا سي احمد كيوزع المناشير وكيجمع الفلوس باش يشريو الاسلحه، خاصه بعدما انه اتصلوا بواحد مغربي اللي كان خدام في لاباز في القنيطره. وعن هذه الفتره كذلك كيصرح كان صرح الحاج المنصوري التيت انه بمجرد سماع حدث نف ديال الملك محمد الخامس خارج البلاد، بادروا الشباب ديال القنيطره اللي كان منهم اكيد سي أحمد الصويري وسي المنصوري إلى إعلان إضراب شامل مع القيام بمظاهرات احتجاجية على العمل الشنيع اللي كانت كتقوم به السلطات الاحتلالية. فاتصلت كيقول الحاج المنصوري بالسادة عمر بن الطهار ويحيى محمد وأحمد الصويري ومبارك بن محمد ومحمد ولد علي، قصد تكوين خلايا سرية كتسهر على تنفيذ العمليات اللي كتضرب المصالح ديال الفرنسيين وكتهدد الامن ديالهم. من المعلوم ان مدينه القدره كان لها نصيب كبير في الجهاد وفي المقاومه، حيث انه بعد نفي محمد الخامس
بيومين فقط أي 22 غشت 1953، قامت مجموعة من الشباب بإحراق معمل الفلين، وبعدها غير بيومين قامت بإتلاف خط السكة الحديدية الرابط بين الدار البيضاء والجزائر، بلا ما نساو المظاهرات ديال 97 غشت 1954 اللي كان سقط على إثر عدد كبير من المتظاهرين دفنوا بالمقبرة ديال سيدنا العربي بوجمعة، كما جرى اعتقال المئات، وكان منهم المرحوم محمد السويري اللي بقى مشدود في الكوميسارية لمدة طويلة، تعرض فيها للتعذيب، عاد رسلوه للرباط للحبس لعلو لمدة 3 شهور، ومن بعد رسلوه للمحكمة العسكرية بالدار البيضاء اللي رسلته هنا للحبس السنطرة. وخا الحبس الرياضة ما غابتش على المرحوم السي أحمد السويري اللي كون نخبة من شباب القنيطرة زوجت بين الفعل الرياضي والفعل الوطني، وكلها انضوت تحت لواء وطنيين كبار بحال محمد ديوري أحمد دمناتي وعبد الرحمن مكينسي. إذن نرجعوا شوية عطيني الكرة ونرجعوا خاصة للكاك، ففي 1953-54 عرف تغير كثير في مستوى الفريق والأداء، خاصة بعد غياب ألمع العناصر ديالو اللي كانت أساسية وظهور عناصر جديدة بحال الجينينا تمساماني عبد الرحمن عبد الحق العفيف علي جوج سعيد واحد وسعيد جوج. البداية كانت متعطرة، الكاك غادي ينهزم 2 مرات بالميدان ديالو أمام الكوكو المراكشي 4-0 وأمام اليوسا 3-0. وفي هذه الفترة أيضا فرزت مكتب جديد ترأسوسي الحاج محمد الزيزي، نائب ديالو الأول عبد الله الشرقاوي، الثاني لوغاسي رافائيل، كاتب العام عبد السلام البرنوسي، نائب ديالو محمد بن الحسن، أمين المال التوزاني محمد بن صديق، نائب ديالو حمد السجل الماسي، مدرب محمد بن جامع، وسندات الرئاسة الشرفية السيد كانك. ومباشرة وخاصة بعد مجيء عبد الحق القدميري اللي كان محترف في فرنسا واللي لقى واحد فريق فيه عنده قدرات كبيرة وضفها توظيف عقلاني وبأساليب احترافية، خلات الفريق يتميز بواحد الأسلوب ديال اللعب المفرد وجديد، أهلوا للعب الأدوار طلائعية في البطولة الجديدة اللي أعلنها المغرب بعد البطولة ديال العصبة الفرنسية. وفي هذه البطولة اللي غتسهر عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي تأسست 1956 واللي كانت رأسها لأول مرة الحاج عمر بوستة. إذن في الحلقة المقبلة سنتعرض لبداية الكاك تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفي انتظار ذلك تتمنى لكم كافة أطقم قناة أخبار الفجر المغربية متابعة جيدة وخاصة مفيدة، مع الذكر أننا نعتمد دائما على مرجع واحد ووحيد وهو كتاب النادي القنيطري وقائع وأحداث تاريخية للأستاذ عبد الكريم الشاب لاعب الكاك سابقا، والذي تجدون بياناته هنا، خاصة بعد تلقينا عدة اتصالات من عدة متتبعين يريدون نسخا من الكتاب، وأبلغناهم أن لدينا فقط نسخة واحدة نعتمد عليها، وما عليهم سوى الاتصال بالأستاذ عبد الكريم الشاب عبر ما يظهر في بطاقتي الشخصية يعني لاكارت فيزيت ديالو الخاصة به. إذن على أمل لقائكم مجددا، لكم منا خالص التقدير على تشجيعكم ومتابعتكم، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب، أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.